لدي المثلث التالي الواضح أمامكم الآن، الزاوية الثيتا 87، الضلع المقابل لها مجهول، لدي الضلع سي يساوي 9، ولدي الضلع بي قياسه يساوي 12. الآن أريد إيجاد الضلع A. كما تلاحظون الآن واضح أمامكم، لدي ضلعين معلومين وزاوية بينهما. أستطيع أن أستخدم الآن قانون جيب التمام لإيجاد الضلع المقابل له. الطريقة سهلة، سوف أضع الآن القانون في البداية. لدي الـ A تربيع تساوي الضلع الأول تربيع وهو الـ B تربيع زائد الضلع الثاني لدي وهو الـ C تربيع ناقص 2 الـ B في الـ C كوساين، طبعا الثيتا لدينا هنا هي 87 اللي كوساين الثيتا. الآن A تربيع مجهول لدينا، إذا نضع الـ A تربيع كما هو يساوي الـ B تربيع لدي وهو الـ 12، الـ 12 تربيع تساوي 144 زائد الـ C تربيع 9، 9 تربيع تساوي 81 ناقص الاثنين في البي لدي وهي الاثنى عشر في السي التسعة، إذن ضرب التسعة كوساين السبعة والثمانون. الآن مجرد عملية جمع وطرح وضرب، عمليات أساسية، فيكون معي 144 زائد 81 سوف يكون الناتج، لدي هنا A تربيع ينزل معنا يساوي 144 زائد 81 225 ناقص 2 في 12 في 9 سوف يكون الناتج معنا 216 كوساين 87. الآن أريد أن أجد الناتج، طبعا لازم نتخلص من التربيع، يتبقى معي الـ A يساوي جذر 225 ناقص 216 كوساين 87. كما نلاحظ الآن نستطيع أن نجد الكوساين 87، نضربها 216 بإشارة سالب ثم نضيفها لل 225 وناخذ الجذر، نجد A تقريبا بعد استخدام الآلة الحاسبة تساوي 14.6 14.6. وشكرا لكم.